داخل دائرة مجلس الأمة المشاكل مختلفة. في طبعا على مستوى الدولة أو السياسة الخارجية مناط فيها صاحب الأمر والمسؤولين بالدولة. احنا كمواطنين طلباتنا كلش بسيطة، أغلبنا يدور على سكن، يدور على وظيفة، يدور على علاج، وهذه كلها من حق المواطن الصغير والكبير بدون أن يبحث عنها. الشخص أو الأشخاص المناط فيهم إدارة الجمعيات غير كفء، وكل أبوهم عندهم أطماع في أنفسهم، وهم السبب في رفع الأسعار ومعاناة المواطن دون لا يفكرون أنهم هذه المعاناة تمسهم وتمس أهلهم. التكاتف في الجميع نقدر نرد نبني ونثبت حق العالم كله ان احنا قادرين على ان نصنع المعجزات. النفط ما راح يدوم بس ابناء البلد دايمين، ومثل ما توحدنا ايام القزو لازم نتوحد الحين ونختار صح عشان نرد السكة في مجراها الصحيح.